الحولي 17/11/2012. هاي العصابات المسلحة يا بشار الأسود، شايفة هاي أخويا مدرس، مدرسة، شوف عم يصحح الأوراق لطلابه ولحسن الحظ طلع برات البيت، وإجت العصابات المسلحة، إجت القذايف على العصابات المسلحة. ليك هاي دفتر العلامات، هاي العصابات المسلحة تبع بشار الأسود، هاي الكمبيوتر، الطاولة، ليك الأوراق العلمية، الدفاتر العلمية، هاي ليك طلع هاي، ليك هاي شو اسمه لحسن الحظ، هذا يا بشار الأسد، هاي العصابات المسلحة اللي شدهتنا فيها، والله أنتوا العصابات المسلحة يا بشار الأسود، والله أنتوا العصابات المسلحة، هاي هيك الإصلاحات اللي بدك تسويها يا بشار الأسود، هاي المدرسين، هاي التكافؤ لطلاب العلم، للمدرسين، هاي اللي عم تكافؤون فيها يا بشار الأسود، هاي يا بشار الأسد، وشوفها ليك طلعها، شايف؟ لحسن الحظ الأولاد طلعوا برات البيت، وأخوي كان عم يصحح الأوراق، والله سبحانه وتعالى أنقذهم. تفضل، هذا العلم، هذا اللي عم يعطوا للعلم، عم تكافئهم بالشيء هذا، بالقذائف تبعك يا بشار الأسود للعصابات المسلحة. والله أنت ونظامك كله يكون عصابات مسلحة. شوف هذا هاي العصابات المسلحة بشار الأسود.